اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم عيشها هيلثي، اول حلقه في عام 2023 اللي ان شاء الله نحبوا يكون عام مليء بالقرارات الصحيه. هذيك علاش اخترنا لكم عنوان الحلقه اليوم: سنه جديده، بدايه جديده وخطوات صحيه لحياه افضل. ان شاء الله نحبوها تكون العام احنا اللي نختاروا له كيفاش باش يكون، بقراراتنا، بترتيب اولوياتنا، وعلى راس الاولويات اللي لازم تكون ديما الصحه هي الاساس، لان هي المحرك الاساسي للجوانب الحياه الاخرى سواء كانت مهنيه او اجتماعيه او غيره. هيك على في برنامجنا هذا ديما نحاولوا نشجعوكم انكم تعتمدوا نمط حياه صحي وتركزوا وتتخذوا قرارات في مختلف جوانب حياتكم الصحيه، واولها مساله الغذاء والغذاء الصحي اللي عندها تأثير كبير كبير برشا على طاقتكم الجسدية، الفكرية، الروحية وحتى النفسية. هيك علاش باش نبداو مباشرة في فقرتنا تغذى صح. في فقرتنا تغذى صح ديما نحاولوا نشارككم التجارب متاع العباد اللي قاعده تحاول وتسعى باش تنشر الثقافه متاع الغذاء الصحي. واليوم ان شاء الله معانا سيده فاضله من صفاقس فاتن كبسي اللي عندها بادره ممتازه جدا وعندها سنوات وهي تحاول تنشر الثقافه هذه والوعي بالغذاء الصحي في المحيط الخاص بها، سواء من خلال بادره لمجه ولدي الصحيه اللي هي كانت الباعثه متاع الفكره هذه، او من خلال الانشطه اللي تشارك بها. معانا عبر الهاتف مدام فاتن كبسي، مرحبا بك. اهلا مرحبا بكم، نورتونا، شنحوي لكم لبس عليكم. الحمد لله. حبينا مدام فاتن نبداو معاك العام جديد باش تعطينا شويه هكا كالروح متاع والطاقه متاع القرارات، انها الناس بالحق تتخذ قرار انها تهتم صحتها اكثر وتعتمد الغذاء الصحي كاساس للصحه هذه الايجابيه. هيك علاش مدام فاتن ماذا بيك كنت تقول لي، وانت تبارك الله تو عندك تجربه متاع بحث كبيره في التغذيه الصحيه، ماذا بيك كنت تقول لي قديش عندك سنوات تو انت في المجال هذا قاعده ديما تحب تطلع وتجرب اشياء وتنشر افكار هذه؟ والله نقدم لكم اول حاجه، انا مدام فيت الكبسي وعندي اربع صغيرات، واللي لازمني باش اني نعرف المواضيع هذه ونبحث فيها لمده سنين، عندي 11 سنه على الاقل هكيك يعني فهمت، هي نقطه تحول بالنسبه لي. انا عملت لي نقطه في حياتي انه ولدي كان عنده طيف التوحد، وهي بدايه النقطه هذه يعني بدينا بها لي ريشيرش نتاعنا فهمت. وفي الأثناء توصلنا لبرشة طرق جميلة جدا لتغيير المفهوم للأكل، وللأسف إنه عنا برشة تغييرات في التراب وفي الهواء وفي كل شيء، وهذه كله أثر على الأكل متاعنا في سلبية. شو علاقة التوحد بالغذاء الصحي؟ لا عنده علاقة كبيرة. علاش نحبك توضح هنا النقطة؟ اي عنده علاقة كبيرة. اول حاجة علاقته بالام، بنفسية الام. على فكرة راهو الامراض الكل راهي العضوية هي اولها امراض نفسية. باش احنا نفهمه. شنو هو اللي يخلي النفسية مرتاحة، وشنو هو اللي يخلي الجسم مرتاح، وشنو هو اللي يخلي الروح، لاني انا راني فهمتهم في مخي وقول لو كان احكيهم لك الكل مع بعضهم. هما احنا مقسمينهم في الفقرات متاع برنامج متاعنا، وديما نقولوا للناس اللي هما مجموعه متاع حلقات كيما السلسله مترابطين ببعضهم، يعني هذا متفقين عليه انا وياك، لكن هاد نكملوا في الفكره متاع التوحد باش تكون المعلومه واضحه للناس شنو هي علاقته بالغذاء. هي بدايتها الام، احنا ما نجموش نلغيو الام. اي لا ما نجموش اكيد. اي صحيح، يلزم تكون نفسيه الام مرتاحه وغذائها صحي، ويسمها كما احنا البلدان البرا قاعدين وقت اللي المراه يعني تحبل يهتموا بها في الفتره ديك الكل، تمشي تثقف نفسها. أي. شنو تاكل، شنو كيفاش تكون امورها النفسيه مرتاحه. الو نسمع فيك معك مدى، وكيفاش امورها النفسيه مرتاحه وكل شيء، خاطر هو ديجا قاعد ياخذ في كل شيء من عندها به. وبعد ديك وقت اللي يجي للحياه هي مش تنظم له اكله، مش تنظم له نفسيه الام كيف بدها تعبد بيان سور، مش تنعكس على الطفل. اي فمنطقه في المخ هي مش تولي اللي هي منطقه التواصل، سيرتو منطقه التواصل عند المتوحد فهمت،
وهي يعني كيف اكتشفتها انها تقطع في النواقل العصبيه. اي فهمت المعلومات ما توصلش بالباهي. اي يعني باش يكون كلمه ولا باش يكون فكره والا باش يكون حدث وكل شيء هو الجمل. يعني اللي فهمته منك انك في المرحله اللي انت قاعده تعالج فيها في ولدك وانت قاعده تحاول تلقى الحلول للحكايه توصلت للجانب النفسي وفهمت زيدا عنده علاقه الغذاء نوعيه الغذاء تاثيره على النواقل العصبيه هذيك والغذاء قداش ياثر حتى على التركيبه الذهنيه والبه. ممتاز حبيت أكيد. فقط نوضح النقطه هذه للناس باش ما تمرش بشكل عام لانها نقطه مهمه. كان تحكي لي اكثر على تجربتك في السنوات هذه بالنسبة لك أنت بعد 10 سنوات وأنت قلت أو أكثر ربما، شنو ما أهم العادات الصحية حسب رأيك اللي توانسة يلزمهم يحطوها بعين الاعتبار كقرارات للتغيير؟ اللي توصلت له في الأثناء هذية في 10 سنين هدومة إنه فما حاجة يلزمنا نحيوها وبسرعة جدا هي الجلوتين الموجود، ما هوش كان في الخبز، هو موجود في برشا يعني دي برودوي عندنا فهمت، اما اغلبنا احنا نستعملوا الخبز الابيض فهمت. موجود في الجلوتين هذايا شو يعمل؟ يجي في المطارن سبحان الله يولي كل اسفنجه. اول حاجه عندنا شعيرات احنا في المطارن، هذوكم الشعيرات هذوكم ياخذوا الفيتامينات من المعده ومن المعده تحللها هيك الشعيرات اللي في المطارن ويوزعوها في الدم. الجلوتين ايش يعمل للشعيرات هذوكم اللي موجودين في المطارن؟ يخليهم لاصقين بعضهم فما يقوموش بالدور نتاعهم. اي فهمت، هذه النقطه الاولانيه. فتولي الفيتامينات احنا الذكاء منين يجي؟ بيان سير الجسم متحقق، تمشيش الكهرباء من غير انسان ما تمشيش. الانسان كيف شنو الحاجه اللي هي باش يتزود بها؟ اكيد اكيد الفيتامينات والمعادن فعلا. اي الجلوتين هذايا اللي موجود في الخبز والا في برودويات يعطلهم يعطلهم اصلا ما فهمتش، يعمل لهم بلوكاج كيف ما نقولوا احنا، ما توصلش مع الاوساخ نتاع الفضلات نتاع الانسان. فهمتك. اوكي الحاجه ياسر انا يعني وقت اللي توصلت لها وبديت نحكي عليها برشا، فما برشا عباد بكل عليهم نحا وفما برشا عباد مازالت اي ومازلنا ان شاء الله عندنا برنامج فيه هذايا الخبز وربي يسهل فيه وكاها. طبقت الفكره هذه عندك ليك فتره معناها ديجا قاعده تصنع في مخبوزات سون جلوتين؟ أي. شنو ما بخلاف الجلوتين شنو ما الحاجات اللي لازمنا نتخذ فيهم قرارات للتغيير من ناحية الغذاء الصحي من خلال تجربتك؟ من ناحية الغذاء كهوا والله يلزمنا مثلا المعلبات، المواد الحافظة، الملونات السكريات ديك يعني فهمت، يلزمنا يعني نغض النظر عليها يعني ونحاولوا للماكسيموم يعني ان نحيوا هو برشا يعني هيك هو بالنسبه هما هذوما في حضيتهم مهمش شويه اصلا باش الواحد ينجم يعني يحطهم في التطبيق. باهي كان تحكي لنا اكثر على بدرت لمجة ولدي الصحيه اللي انت بديت فيها ما شاء الله عندك مده طويله وعندها تاثير برشا عباد تبع فيك وثم جمعيات وثم تفاعل من الاولياء خاصه، كيفاش كانت التجربه؟ كيفاش؟ لمجة ولدي الصحيه اي كيفاش كانت التجربة وكيفاش كان تأثيرها على المحيطين الجمعيات البدلت اللي شاركت فيها؟ لقيت تفاعل راني على الأول وطاير برشا وقلت لك فما برشا ديجا أنا عندي بريسك 5000 يعني وخرجت للمدارس وكل شيء، فما برشا عبيد راهي بدلت وكيف فما برشا عبيد مازالت ما تجمش يعني ما تجمش تقاوم الشهوة نتاعها السكريات وما تجمش تقاوم انها تحي الخبز الابيض وكل شيء. مي فما عباد يعني عجبتهم الحكايه فهمت، اما اسمها يلزموا اصرار راهي الحكايه كيف هكايا، يلزمها محبه ويلزمها تفكير مع العقل وفيها برشا ما يتقال يعني فهمت بالحق يعني برشا العقل الباطن كيفاش تجم تغيره وفيها ما يتقال. اوكي باهي، يعني هذه بالنسبه لمساعيك انت ديجا يظهرلي بخلاف حتى الصفحه وبخلاف انك تبارتاجي معاهم بدائل صحيه وتعمل دروسات هكا هيلثي وذي الكل، ديجا شاركت حتى في برشا تظاهرات تابعه المدارس ولا الجمعيات اللي تحاول تنشر الوعي هذا حسب اللي شفته في صفحتك. اكبر تحدي تنجم تقول انت تواجهه مع العقليه التونسيه اللي هو شنو؟ والله ليه مترك كومنتير ما توقعتوش يعني تبارك الله
يعني فما ناس بتنمر، راهي ما زالت بتنمر، فهمت؟ تتنمر على نشر وعي صحي معناه. صحيح، فما عباد تتنمر. هي يعني شنو اللي قاعده تحكي فيه انت اصلا؟ ما يعرف شنو معناها اكل صحي، شنو معناها كيفاش نحيو الخبز و هذا شقولك انا شقولك نختموا مداخلتنا ونجاوبوا المتنمرين ولا حتى اللي مازالوا يخموا في الفكره هذه. انت من نهار اللي بديت تتخذ القرارات هذه شنو اللي تغير في حياتك انت وصغارك؟ او برشا حاجات، انا كي نقعد نحكي للصباح مثالش قول لنا حتى شويه منهم قبل ما نفوتوا في المكالمه. هذه تبدلت كومبليتمون الحقيقه. اول حاجه يعني الحمد لله نحيت فوق ال 25 كيلو. ما شاء الله مبروك. يعني والله ما مش بتخطيط، يعني اي مش ريجيم، هذا فقط عادات صحي. اي صحي، هي عادات هكلها، هي عادات وهي منهج حديث، فهمت؟ تتكون اول حاجه بالتزام، بعديك تولي عاده، بعد تولي لنا منهج حياه. اما باش نرجعوا على العادات اللي تتنمر، هما في الاخر يقول لك احنا تولى بيس علينا، انا نقول له مش يوصل الوقت تولي ماكش لاباس عليك. لا مثالش انا نحبك تحكي اكثر على ليزافونتاج، معناها الميزات، الحاجات اللي توصل لها كي تعمل قرارات ايجابيه في حياتك، بخلاف انك نقصت في الوزن. اكيد لو ثم برشا تغييرات اخرين على نفسيتك، على صغيراتك ديجا اللي هما كانوا بدايه الرحله هكا ولا؟ اي انا ما بديتش راني باش انا قلت انا عملت الدورات في المراهقه النفسيه نتاع الاطفال، عملت دوره المراهقه في المراهقين، عملت برشا دورات في التنمية البشرية، التخطيط الاستراتيجي، دورة الرسومات والكتابة، يعني برشا ما نذكرش الحقيقة. يعني هذوما كانوا لي نقلة في اني كيفاش نتعامل بوعي في كل، خاطر هي الحياة فيها الجانب العملي، فيها الجانب الصحي، فيها الجانب العائلي، فيها الجانب الاجتماعي، يعني انت هذوما الكل لازمك تحاول تعرف كيفاش انك تتعامل معاهم. الاكل قد ما تاكل برشا قد ما انت تتنرفز برشا، كي تروحي قد ما ناكل اقل انا التنرفز يقل اكثر. بدني نحس مرتاح اكثر. ذهني فاضي اكثر، مش خاطر الماكله وقت اللي تاكل برشا المخ ليه يهضم في هيك الماكله، مي وقت اللي يلقى المعده فارغه يكون ياسر ذهنك مستيقظ. اي خفيف، تحس روحك يعني تنجم تفكر. قبل كان مخي مشوش، كان مخ خاطر اصلا السكر كي تاخذه اصلا يعمل لك شيت، يعني خمول، حاله من الخمول، فهمت؟ يولي يعمل لك تعرقات، فما مجوع، فما مطارن، فما هما برشا هذوما الحاجات ما يعرفوش. انا علاش نحكيهم ونحسهم خاطر مريت بيهم، يعني أكيد. اصلا حتى كي نحيت السكر يعني نحس بالتعرقات، نحس صارني توجعني، هذوما الكل متنحاو عليا وقت اللي نقص، فهمت؟ ونحيت هذا الكل انسان ما يعرفوش، مازالوا ياكلوا ما نعرفش، يعني الا ما تصير لهم حاسه باش انهم يوصلوا. اما انا بالنسبه للكوتيل اللي انا نفسيا تحولت 190 درجه. اكثر يعني اقبال على الحياه، اكثر تفاؤل، اكثر طاقه حاجه اخرى، انا نعمل في حاجات اخرى ربي سهل لي فيهم وكهو. اوكي، يعني الغذاء هو جزء من حلقه الوعي اللي انت دخلت فيها، لانه كيف ما كنا ديما نقولوا في برنامجنا هي حلقات متسلسله مربوطه بعضها. معناها اول ما تاخذ قرار انك باش تبدا تحب روحك وتهتم بصحتك وتولي حياتك كلها بوعي، تولي تركز في كل جانب منها برشا وعي، ومش باستسهال كما قلت انت. برشا يستسهلوا الاشياء ويخليوا العادات القديمه السلبيه هي اللي تسيطر عليهم الى ان تصير لهم مرض كبيره لا قدر الله، ولا يتحطوا في موقف ازمه صحيه كبيره. وقتها صحيح. وقتها مالوغوزمون وقتها يخموا انه برشا حاجات غلطه، خاطر الطب الكل باش يقولوا لهم اللي عندكم برشا عادات غلطه، لكن مش ناس كل هي اللي تشد صحيح في قرارات التغيير، خاطر يلزمها اراده وحب ذات ووعي وبرشا برشا جوانب اخرى. يعطيك الصحه مدام فاتن، هو ظاهر واضح ما شاء الله من تجربتك انه عندك برشا ما تقول في المجال هذا. كانت مداخله قصيره معانا، وان شاء الله في مره اخرى ان نزيدوا ونستفادوا اكثر من خبرتك وتجربتك ونغوصوا اكثر في التفاصيل نتاع عادات الغذاء الصحي. شكرا مدام فاتن. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا، يعطيك الصحه. يعيشك، ميرسي.
كما كنتوا تسمعوا يا جماعة، العباد اللي تتخذ القرارات من نوع هذا، ديك علاش حبيت نبدأ بالفقرة هذه في 2023. كي تقول أنا الصحة هي كل شيء والصحة هي التاج، رامي لازمش يكون مجرد حبر على ورق، مجرد كلام أو تمني، لأنه مثلا حتى حاجة باش نجم تصير من برا من الخارج هي باش تحصن لك صحتك، كان كي أنت تتخذ قرارات معينة عندها علاقة بالغذاء، بالنشاط الحركي، بالرياضة وغيره وغيره وغيره، تاخذ خطوات عملية باش تحسن صحتك الأفضل، باش نجم على الأقل تحكي على سنة جديدة يكون فيها عندك مناعة أقوى ويكون عندك فيها طاقة جسدية عالية. كل شيء مربوط بك أنت قبل ما يكون مربوط بالظروف الخارجية. كي تكون أنت ديجا مهتم وعاطيها الأولوية، حتى الفيروسات والحاجات المحيطة بك باقي ديما تقول لك أخف من عباد اخرين بارابور اللي مخلي الامور كلها للصدفه. هذا كان في فقرتنا تغذى صح. نتعداو لفقره اخرى اللي هي فقرتنا هيلثي مود اللي نحكي فيها على الجوانب النفسيه. بعد ما كنا نحكيه في فقرة تتغذى صح على كيفاش تختار لصغيرك مثلا الفكرة متاع لمجة ولدي صحية، وكيفاش تهتم بالأكل الصحي وتزرع عند الطفل باش ما يصابش بأمراض معينة، ثم حاجات أخرى مهم جدا أنك تركز في اختيارها لصغيرك بخلاف الغذاء متاعه، وهذا نوع من الوعي اسمحوا لي أني باش نحكي عليه من القلب ومن الصميم، لأنه يكاد يكون معدوم، يلزموا برشا نشر متاع الفكر هذا، لأنه برشا والدين في بالهم أنه كي يجيبوا صغار فقط مسؤوليتنا في الحياة أنه نوكلهم ونشربوهم ونلبسوهم وندخلهم يقرأوا في المكتب فقط، مش كان غذاء وماكلته واختياراته الحاجات هذيك المادية اللي توفرها له هي الحاجة الوحيدة مسؤوليتك. ثم حاجات أهم أما الناس كلها ما تنتبه لهش. أهم حاجة أنك تعرف تختار له برشا حاجات في حياته، والاختيارات هذه على فكرة هي الأساس متاع ساعات ونهار آخر، لكن برشا ناس ما تعرفش تخمم فيها سواء قبل الارتباط أو بعد الارتباط. هيك عليه نصيحتي اليوم ورسالتي اليوم كمدربة وكصحفية لكل شخص يسمع فيها سواء كان متزوج وإلا غير متزوج، أنه قبل ما يخمم يجيب الصغار وقبل ما يخمم أنه مسؤوليته كأب أو أم فقط أنه ينفق عليهم، يعرف شنية يختار لصغيره. أول اختيار يلزم تحطه بعين الاعتبار انك تختار الاب والام المناسب، الاب والام اللي نجم يكون قدوه لصغيرك، اللي نجم يتحمل مسؤوليه، اللي يقدر قيمه الاسره والعائله، لانه ثم برشا استسهال في الاختيار شريك الحياه، والاستسهال هذاك متاع فقط مجرد فكره خطرت في بالي تو نحب نعرس يدفع الثمن متاعه والضريبه متاعه غاليه جدا الطفل اللي يجي من بعد، اذا كان ثم اختيار خاطئ لشريك الحياه او كان زواج غير مبني على اسس صحيه. وإذا حصل وصار شيء هذا واخترت وكان الاختيار سواء كان صحيح ولا غلط، أول حاجة يلزمك تخمم فيها من بعد إنك ما تقعدش تحط اللوم فقط على الطرف الآخر، إنه أنا الولدي ولا بنتي ولا الوضع اللي هو حالة فيه ديما سبب الآخر، الأم تحط في المسؤولية البو والبو يحط في المسؤولية الأب. ديما ذكر اللي مسؤوليتك انك حتى كان اخترت قرار غلط انك تنجم تتخذ قرارات اخرى وتختار الوضع الامثل لصغيرك، لانه هو المسؤوليه والامانه الاولى ليك. الحاجه الاخرى اللي ما ننتبهوش بريسك جمله لها الا قله قليله من الناس هي الكلام اللي تقوله لصغيرك. الكلام مفعول الكلمه وطاقه الكلمه قادرة إنها باش تبني لك شخصية متاع إنسان قوي وإلا شخصية مهزوزة وشخصية ضعيفة تقعد تعمل في برشا مجهود في حياتها باش تثبت وجودها. الكلام اللي تختار باش تقوله لصغيرك ينجم هو اللي باش يبني له صورته الذاتية عن نفسه، هو اللي باش يخليه يرى روحه في المرايا، يرى روحه يا إما بعين كبيرة، إنسان واثق في قدراته، إنسان مقبل على الحياة بأمل، إنسان يرى في الجوانب الإيجابية في الحياة، وإلا بالعكس. الكلام عنا برشا في موروثنا، برشا برشا كلام نقولوه حتى في الأوقات متاع الغش ونقولوا عادي أنا متغشش قلت اللي يظهر لي، لكن كلام اللي فيه نوع من نعوت التشبيه بالحيوانات وغيره 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 والاستنقاص والتقزيم كيتكرر برشا مرات باش يبرمج فكرة في ذهن صغيرك اللي هو إنسان فاشل وإلا إنسان ناقص وإلا إنسان ماهوش نوعا ما الصورة اللي هو يحب يكون عليها، وباش يقعد متبني الصورة هذيك حتى كي يكبر، وأول ما باش يبدأ يدخل في المحيط مع زملاء وغيره باش يهزها كصورة هذيك المهزوزة الخايبة على روحه، ويقعد يعاني بينه بروحه مش قابلها، مش قابل روحه بصورة اللي هو يرى فيها، ويلقى صعوبة كبيرة حتى في التواصل مع الناس لأنه ثقة في النفس معدومة. يلزمك تختاله زيدة انك تحبه من غير شروط ومن غير ما تقارنه بفلان وعلان،
ومن غير ما تسقط عليه أحلامك اللي أنت ما حققتهاش، ومن غير ما تتعامل معاه كملكية خاصة تتحكم فيها ولازم تكون نسخة منك تتباهى بها قدام الناس، ومن غير ما تبتزوا عاطفيا باش يكون كيما أنت تحب مش كيما هو يحب. هذه برشا ممارسات يعملوها الأباء والأولياء، يعملوها مش بوعي لكن وقيت ان باش نبداو نوعيو وفي الاساليب اللي نتعاملوا فيها مع صغارنا، لانها كيف ما قلت لكم هي الاساس نتاع الصحه النفسيه لصغارنا، اما باش تكون ثم توازن نفسي والا باش تكون ثم عدم توازن نفسي وشخصيه مهزوزه باش تقعد تعاني نهار اخر. انك تختار انك تحبه كيف ما كان ومن غير شروط باش يتعلم منك انه يحب روحه، لانه اذا كان تعلم منك انه هو ما ينجمش انت تحبه كان كيكون فيه المواصفات الفلانيه ويشبه الفلان ويشبه العلان، مش باش ينجم يحب روحه من غير شروط. والادهى والامر من هذاك الكل انه باش يعمل نفس الشيء مع غيره في اي علاقه باش يدخل فيها، باش يقعد ديما يفركس على العلاقه اللي تلبي الاحتياج العاطفي نتاعو، النقص نتاع العاطفه اللي كان موجود عنده بسبب الحرمان اللي كان متعرض له. وهذاك علاش ينجم يدخل في علاقات مع شخصيات مهزوزة سواء نرجسية أو شخصيات أخرى عندها مشاكل نفسية، ويقعد يخلص فك الضريبة هذيك متاع محاولته لإشباع احتياجات عاطفية غير ملبات بسبب الاختيارات. اختار أنك تحميه من روحك وقت اللي تكون معبي مهموم ومجروح، وقت اللي تعرف روحك اللي انت مشاكلك الزوجية وضغوطاتك النفسية ما عادش نجم تتحملها، رد بالك تحمل صغيرك الأخطاء أكبر منه، رد بالك تفش فيه تسامحوني تفش فيه غشك، ولا يبدأ قلبك معبي خاصة على الأمهات نحكي واللي هي حاجة رفاها بارشة من غير ما تشعر وبطريقة غير واهية بالنسبة لهم هما الصغير هو المتنفس متاع الغضب متاعهم، وهذه حاجة كارثية وكارثية جدا، لأنه كم العنف اللي يستقبله الصغير في الحالات متاع الغضب متاع الأب ولا الأم هو اللي بيش يخليه بعد حتى ينجم يبني له بذرة متاع شخصية عنيفة وبذرة متاع شخصية مليانة خوف زيادة، لأنه كثرة العنف تولد شخصية تخاف من كل شيء وتولد حتى أنواع متاع فوبيا مختلفة تكبر معها نهار آخر. اختار له نوعية الأفكار اللي انت تحب تزرعها في صغيرك، ما تكونش مجرد ببغاء فقط تنقل معلومات ورثتها عن جد 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 جدك قبل ما تزرع في مخه أي فكرة، تحدد منظوره للحياة، خمم مليح الفكرة هذيك كيفاش هو باش تخليه يرى العالم، هل الفكرة هذيك باش تخليه يرى الدنيا بطريقة باهية وإلا خايبة، حتى كي تحب تحذره حتى كي تحب توريه الجوانب الأخرى اللي لازم يحتاط منها ما تحاولش تهول وتخلي المسألة الخوف هي اللي غالبة على الأمل، كل تحدي علمه أنه كل صعوبة علمه له أنها راي تحدي، وكل مشقة وكل جانب سلبي في الحياة وراه جانب مشرق باش يلقى باش يحارب الدنيا، ما تحاولش تخوفه من الناس ومن المحيط ومن الحاجات اللي دايرة بيه، يطلع إنسان غير قادر على الثقة في المحيطين به. خمم مليح في كل كلمة كل فكرة كل مشهد كل مشهد تعيشه له، خاصة نحكي هنا على الثنائيات والأزواج اللي يعني حاجات حالات قاعدة تصير في وراء البيبان، حالات متاع خلاف وحالات متاع نقاش ومستوى متدني جدا في التعامل في التواصل قدام صغار قاعد يبنينا في أجيال ما عندها حتى علاقة بالتوازن النفسي، أجيال هشة نفسيا، أجيال عندها برشا احتياجات قاعدة تبحث عن بدائل أخرى باش تلبيها لها وإلا عن بدائل أخرى تهرب منها من محيط الأسري بتاعها المهزوز. خمم في كل مشهد وكل شعور تعديهوله، كل شعور تعديهوله ثم نوعية متاع بيت تهوى الحزن سواء كان مرأة أو رجل أو يحبوا برشا الدراما أو في كل مشكلة يتعرضوا لها يشد صغيره، هذا مشهد أنا شفته برشا، ويبدأ مثلا بيبي ولا حاجة ويثقل عليها كالكم متاع الدموع الكل والبكاء والحاجات اللي حاستها الكل في علاقتها بزوجها تعديها لصغيرها، ما عنده حتى ذنب هو في اللي قاعد يصير، ما عندوش ذنب، والأدهى والأمر إنه رو بشي يكبر بالشي ذاك وشي ذاك رو يتورث يتعدى جيل بعد جيل. هذه مجموعة الاختيارات اللي لازمنا نخمو فيها بخلاف ان نختاروا لهم لبستهم وماكلتهم وين نقريوهم، ركزوا في كل حاجة احنا نقدموها لهم واللي هي الاخطر والاخطر لكن احنا مانيش واعيين بها، لان ديما نحبوا نحطوا اللوم على المجتمع والمدرسة والانتراج البراني وما ننتبهوش لاخطائنا احنا. هذيك علاش يا جماعة فعلا التربية ماهيش سهلة،
مانيش باش نحكيو على الأب والأم المثالي، مش كل شخص ولا مش مطلوب منا إن نكونوا مثاليين، لكن على الأقل يكون ثم قدر كبير من الوعي والمسؤولية قبل الإنجاب وإلا حتى بعد الإنجاب. أي نعم، جيبين صغار مش فخرة، والتربية الصحية والسليمة بالحق بالحق حاجة أخرى. هذا بالنسبة لفقرتنا اليوم هيلثي مود اللي حابين نركزو لكم فيها على الصحة النفسية لأطفالنا اللي هي أساس وبذرة صحة النفسية لكل جيل، لأنه أحنا في حد ذاتنا كل طفل داخلي موجود فينا، كل شخص كبير فينا وناضج عنده طفل داخلي. الطفل الداخلي هذيك يا إما يكون احتياجاته ملبات ويكبر ويطلع شخصية متوازنة، يا إما الطفل الداخلي هذيك إذا كان عاش برشا جراح ومعاملة سيئة في الطفولة باش يكون طفل داخلي متألم وتطلع شخصية غير متوازنة ما تنجمش تتوقع منها أنها باش يكون عندها أثر إيجابي في المجتمع أو إبداع أو غيره. هيك علاش نهتموا بصغارنا ونهتموا حتى للطفل الداخلي الموجود فينا، وما نقولوش راهو سي بون حاجات صارت انا ما نجم نصلحها. تنجم تبدا رحله التشافي للطفل الداخلي الخاص بك انت اللي هو مازال موجود واللي هو المؤثر توا اللي حاب يعمل الحكايه هذه. نجم تما برشا دورات للعلاج وللتشافي، لانه ما تنجمش تعرف كيفاش تطبق الحاجات هذه مع صغيرك الا كذا كان انت تشافيت داخليا. طالما انت عندك برشا مشاكل نفسيه، حتى كان باش تسمع افكار من نوع هذا تكون واعي بها، راه ماكش باش تكون قادر على تطبيقها فعليا، لانه مشاكلك النفسيه هي اللي باش تطغى على السطح وهي اللي باش تنقلها لطفلك. ان شاء الله يكون المداخله نتاعنا قوس مهم جدا للانتباه وتحذير باش نركزوا على الامور هذه. نمشي توا من برشا حديث من القلب جيجي وبرشا مسائل تخص الطفوله، ونمشي لفقرتنا مع الجمال والجمال الطبيعي مع جيهان غزيل في بوتي ناتورال. نمشيو الفاصل ممتع، فاصل هكا يناوش مع جيهان غزيل اللي باش تحكي لنا اليوم كالعاده على البوتي ناتورال، ومحضرت لنا برشا حاجات مزيانه اليوم. محضره كيما دخل عام جديد الكل طاقه ايجابيه، جيتكم اينا اليوم بمجموعات وبمولود جديد في عالم الجمال وفي عالم الكوسميتيك ناتوريل والبيول هوني نحكيو. وبيان سور انا باش نحكي لكم على مجموعه وعلى ماركه تونسيه، هي من اسمها ديجا انت باش تفهم كل شيء، اللي هي لاغين بيو. دونك الحاجه اللي خلتني اني انا نكون فرحانه بالتعامل هذي جديد، واني انا نحاول نعمل بارتاج كيما العاده للاكسبيريونس نتاعي مع لاغين بيو، اللي هي انها ماركه تونسيه حاولت باش انها هي تنفتح على الثروات الطبيعيه الكل. يعني لهوني مانيش نحكيو على زيت معين ولا قاعدين نحكيو على بلانت ناتوريل معينه، هي حاولت ان هي تستثمر هيك الخيرات هذوكم الكل. دونك كانت بالنسبه للمجموعه نتاع العنايه بالبشره كانت عندها انفتاح على النيله الزرقاء، على الالوي فيغا، بالنسبه لزيت قلوب الهندي اللي هو الثروه ونسميه احنا الذهب الاخضر في عالم الجمال، على خاطره متنوع والفوائد نتاعو متعدده. وبيان سور كي نقولوا زيت قلوب الهندي نقولوا تفتيح، نقولوا توحيد، نقولوا مضاد بامتياز للشيخوخه المبكره. دونك الحاجه اللي خلتني اني انا نحب برشا المجموعه نتاع لاغين بيو هي الانفتاح نتاعهم واستراتيجي اللي خدموا بها، انه تنجم انك انت في كريم واحده تلقى خلينا نقولوا فوائد نتاع 10 كريمات. كي نقولوا لهوني على كريم اكليرسيسونت اللي هي بور فيزاج، اللي هي باش تلقاها تفتح، مضاده لعلامات التقدم في السن، مضاده للشيخوخه المبكره، مضاده للاكسده، يعني هي باش تعطيك مضاده زاده للبثور. وهوني نحكيو على مشكل اللي نعانيو منه في تونس الناس الكل. بيان سور زيدا مش كل يوم نلقاو مجموعه عندها مجموعه للعنايه بالمناطق الحساسه وللعنايه وتوحيد لون المنطقه الحساسه، وهوني كانت عندها جيل انتيم وبيان سور معاه باش تلقاو الكريم التفتيح للمناطق الحساسه. وهوني نحكيو على المنطقه الحساسه والا نحكيو على ليزي سيل، والهوني نلقاو الكومبوزيسيون نتاعها الاساسيه اللي هي الكامومي، والكامومي هو البابونج، هو كالمون بامتياز. زيدا في عالم الجميل عنده برشا فوائد اللي هو يوحد، مضاد للبكتيريا وبالضبط يفتح المناطق الحساسه اذا كان عندنا مشاكل نتاع بكتيريا وطفيليات ولي شامبينيون هذوكم الكل. دونك هو يعطينا لهم حلول. بيان سور ما ننسيوش تاج كل مراه اللي هو شعرها، والهوني نحكيو على مجموعه الثوم الاسود، ونتصور ندو عندك فكره على الثوم الاسود قديش عامل في السوق التونسيه توا، وشكون فينا ما جربتش الخلطه نتاع ماميتها نتاع
الثوم الاسود والزيوت. دونك هوني نلقاو مجموعه كامله الباز نتاعها هو الثوم الاسود، وبيان سور نحكيو على 10 زيوت اساسيه موجوده في البندويل نتاعهم، واللي هوني نقول لاي معناتها مراه موجوده والا باش يوصلها الليف نتاعنا ولا باش يوصلها معناتها الديريكت نتاعنا باش تجرب مجموعه لاغين بيو، على خاطر راهي مجموعه شامله وكامله باش تعتني لك بالحاجات اللي انت مستحقتهم. دونك الهوني نحكيو على معناتها نحكيو على بديل زراعه الشعر، دونك نحكيو للجماعه اللي معناتها يعانيو من علامات التقدم في السن، الصلاع المبكر، اللي شعرهم ما عادش فيه ماده الكيراتين الطبيعي، اللي فقدوا عنصر الميلانين وبدا يظهر لهم الشيب. دونك نقول لهم راهي المجموعه نتاع الثوم الاسود اللي متوفره في لاغين بيو باش تعطيكم برشا عينيه، باش تعطيكم برشا احاطه، وبيان سور باش تعطيكم كثافه تحفيز للبصيلات. بيان سور الشامبو نتاعهم باش يلقاو فيه البوفريوا واللي هي الدور نتاعها باش تحافظ على ماده الميلانين. فما برشا عندهم مشكل نتاع انهم هما يستعملوا ديتانتور معناتها وما يشد لهمش صبيغ في شعرهم. دونك نقول لهم راهو فيكساتور طبيعي زيت البوفريوا الموجود في الشامبو نتاع لاغين بيو. اهم حاجه ان هي في المجموعه عندها معناتها برشا منتجات يمشيو مع جميع انواع البشره، معناتها تنجم انت واختك ولا انت وبنتك ولا انت وراجلك، معناتها كيما نقولوا ديما ونعاودوا راهو المنتجات التجميليه ما قعدتش حكر على النساء كهو. دونك تنجموا تستعملوا المجموعه الشعر ولا الوجه ولا المناطق الحساسه ليكم لصغاركم، راهو برودوي 100% ناتوريل. انا فرحانه بالنتيجه اللي قاعده رافيها ولاحظ فيها نهار بعد نهار مع لاغين بيو، خاصه اني انا نلاحظ اللي المجموعه نتاع شعر قاعده تعدل لي في البياش نتاع الشعر. المجموعه نتاع شعر جهاني اللي هي فيها سيروم وشامبو وابخي شامبو اللي هما الباز نتاعهم باش نلقاو فيهم الثوم الاسود، وبيان سور باش نلقاو مجموعه من الزيوت الاساسيه كيما زيت اكليل الجبل، كيما زيت الرند، كيما زيت الجوجوبا، يعني مجموعه اللي هما في حضيتهم اللي سميتهم في حضيتهم ينفعوا برشا كثافه الشعر، ينفعوا برشا كثافه الشعر. دونك هذوما من الحاجات اللي انا نقول عليهم اذا كان انتم تحبوا تهتموا بالبشره نتاعكم مادام فما بدايه جديده وعام جديد. دونك هذه فرصتكم، قرارات هي القرارات ورا بعضها. دون قراراتك يبديو انك انت هي الحاجه اللي عجبتني المزيانه بارابور على الحاجات اللي حكينا عليهم المره اللي فاتت، انها تعالج مشاكل شائعه. مشكله السواد نتاع المناطق مش كان ثم شكون عندهم حتى في الرقبه، ثم شكون عندهم في الكوعين، ثم في برشا بلايص، وثم حتى اطفال، وثم حتى مسنين تلقاه مثلا اللي عندهم مشاكل في الكبد ولا عندهم سكري ديما يعانيوا من بلايص الكحله في بلايص معينه حتى في الرقبه، من تالي خاطر عنده علاقه ديما بالغذاء وغيره، كل شيء مربوط ببعضه كما قلنا. دونك مشكله ماهيش حكر على النساء فقط بالزبط. ولا حكر على عمر محدد بالضبط. المجموعه نتاع تفتيح المناطق الحساسة وتوحيد اللون نتاعها هي مجموعة كاملة وشاملة. اختاروا فيها باش يكون بيان سور الجيل انتيم واللي درجة الحموضة نتاعو قريبة برشا من نوتخ اللي هي 5.5. دونك هو باش يعطينا تطهير، باش يعطينا توازن للإفرازات، باش يعطينا منع النمو البكتيريا الذارة. دونك باش يرتاحوا من المشاكل هذوما اللي هما مشاكل نتاع كل امرأة. وبيان سور معها الكريم اللي تنجم تستعملها في المناطق اللي ذكرتهم انت الكل. كنت نسألك أنا إسكو الكريم ينجموا يستخدموها، يا أخي أنت ديجا جاوبتني، يعني ينجموا يستخدموها الكريم حتى البلايص الأخرى اللي عندهم فيها كحوليين. بالضبط. وبالنسبة للكريم التوحيد المناطق الحساسة، الباز نتاعها باش يلقاو الغيكليس وعرق الصوص، معناتها من أكثر الصوص من أكثر الاستخدام في التفتيح. بالضبط، من أكثر الحاجات اللي نلقاوهم في ليدونت فريز. دونك باش يعطيهم توحيد، باش يعطيهم لون مزيان، وبيان سور باش يعطيهم تعديل للإفرازات وللروايح، وباش يخلي لهم المنطقة هذيك. السؤال المطروح هنا جهان، قداش تقعد بيريود باش تعطي ريزولتا؟ هو احنا ديما نقولوا راهو كيما نغسلوا وجوهنا الصباح بالدونت فري، نغسلوا سامحوني سنينا دونت فري، نحكوا سنينا بالدونت فريز. دونك راهو ماذا بينا ديما نستعملوا المجموعه نتاعنا الجيل نيتويون، راهو الباز، راهو احنا نتعرضوا بما فيه الكفايه للعوامل الخارجيه اللي تاثر على بشرتنا واللي تعطينا تراكم نتاع الزيوت. دونك هذه هي فرصتنا باش ندخلوه في الروتين نتاعنا، اسوي مدروسه انا نقول معناتها
معناتها ديما الانسان وخاصه في تونس ديما يحاول يلقى حاجه تتماشى مع قدراته الشرائيه. دونك كلهم راهو هذه الحاجه بالضبط راهي هذه الحاجه نطمنكم عليها. اما راهو الجيل راهو كيما تستعمل الدونت فريز راهو هو على الكريم الكريم ديما تريتمون هو البدن شنو ديما البدن بعد 21 28 يوم يبدا يعطي فيك في النتيجه. وبيان سور انت بعد الثلاثه شهور معناتها مده التريتمون حسب الحاله نتاع الشخص وحسب درجه معناتها الاسمرار نتاع المنطقه. دونك وقديش تطلب من الوقت. وديما نقول راهو البرودوي ناتوريل يلزمو صبر يلزمو صعبيل يلزمو انه يكون روتين يومي. وبيان سور حتى كي تقص عليه راه فما برشا يقول لك راهو ما يضرش. لا انا نقول راهو النتيجه اللي يعطيه لك البرودوي ناتوريل راهو حتى كي تقص عليه راهو ما يعطيكش معناتها حاجه العكسيه معناتها يخلي لك اللي توصل للمرحله اللي انت وصلت لها. دونك تقعد هكاك يعطيك الصحة يعيشك. اسكو حكينا على الجام كاملة دونك نقولهم هذه فرصتكم اذا كنت تحبوا تتلهيوا بالبشرة متاعكم تحبوا توحدوا المناطق الحساسة. واهم حاجة نقول الوجه راهو مرآة كل امرأة والشعر هو تيج جميل كل امرأة وكل راجل زيد رجيل يلزمنا زيد نقولوا لهم نهتموا بيهم. دونك هذه فرصتهم نقولهم باش تبداو انكم تتلهيوا بالبشرة متاعكم وبشعركم. معناها انت تشجعهم انا نشجعكم ونقول لكم راني عاملة انا نقول لهم راهو تحتاج للتجربة متاعي الخاصة مع هالمجموعة النبيلة هذه تحتوي على غنى أنبل الزيوت. كونوا ملكات يا جماعة مع جميع تدعوكم منكم باش تكونوا ملكات. لا يلزمهم يكونوا ملكات. باهي نتعداو لفقرتنا الموالية اللي هي تحركت صح. الفقرة هذه أنا مستانسة ديما نستدعى لكم شخص هنا عنده علاقة بالأنشطة الرياضية والليزاكتيفيتي اللي عندهم علاقة بالحركة والطاقة الإيجابية. اليوم باش نكون أنا نجمة الفقرة هذه بما أني أنا مشيت شور بلاس وعملت جولة ممتازة جدا 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 في منطقة ساحرة باش تشوفوا بعض الفيديو خاص بها في ولاية بنزرت تحديدا تحديدا في بازينة. نمشي ونشوف الفيديو ونرجع نحكي لكم أكثر على التجربة. Thank you.
فعلا تونسنا جنة كما كنتوا تشوفوا في الفيديو، بلاصة من أروع ما يكون. في العادة احنا يبدأ في بالنا كي نشوفوا الأشياء هذه ولا المناظر الطبيعية هذه في بلدان في آسيا وغيره، في بالنا اللي شيء ذاك من نجمه نلقاوه منظر الشلالات والماء هكا المتدفق والجداول متاع المياه والطبيعة والجبال والحاجات هذيك، في بالنا نلقاوها كان كي نمشي نسافر وإلا نمشي لبلايص أخرى هكا في آسيا وغيره. اللي اكتشفته أنا بالرغم مش أول مرة زيارة لي المناطق مختلفة في تونس، لكن كان الاكتشاف المرة هذه في بازينة اللي هي عمادة تابعة لمعتمدية جومين بين سجنان وماتر. كانت الرحلة مختلفة اللي هي تبعد 60 كيلومتر عن بنزرت تحديدا للعباد اللي تتسائل على المسافة. كانت تجربة رائعة جدا جدا جدا، فيها المرحلة الأولانية متاع الغابة هكا في الجبال تطلع، بعد مشينا شفنا القبور النوميدية اللي هي عبارة عن أقواس هكا كاينهم غرف صغيرة عندهم قصص تاريخية كبيرة برشا. ومن بعد القبور النوميدية اللي هي اسمها قبور لكن انت كي تشوفها تحسها كاينها بنية هكاية برشا بيوت فوق بعضهم تشبه شوية الستيل متاع البيوت اللي في مطماطة. من بعد مشينا البازينة اللي هي فيها الشلال، هي مش شلال هو عين ما شاء الله عين كبيرة برشا اللي شفتوها بكري تدفق تحت الصخر تحت الجبل، وانت قاعد تمشي على الصخر تبدأ تسمع في القوة ما شاء الله متاع تدفق الماء. في عين مازر اللي هي على فكرة المنطقة هذه فيها برشا عيون، التصاور اللي شفتهم الفيديوهات اللي شفتهم خاصين فقط بعين مازر اللي هي بعد توصل عندها نقطة تجمع تهبط فيها في شكل هكا شلال مزيان برشا، وفيها مساحة كبيرة 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 فيها مختلف الرحلات اللي تتوجه للمنطقة هذه. والحاجة المزيانة اللي اكتشفتها غادي انه ثم برشا متساكنين وعائلات قراب للبلاصة هذيك يجيو بكرهبهم يهزوا صغارهم ويقعدوا في مساحة طبيعية زيانة برشا راحة نفسية وغيره. الرحلات اللي كانوا موجودين غديك في نفس النهار اللي مشيت فيه هنا في الرحلة وشاركتكم الأجواء، نحب نوجه لهم فقط رسالة بسيطة بالله، لأنه على قد ما كنت مستمتعة بالجمال متاع المشهد صوت الماء هو يتدفق الطبيعة بالحق حاجة ومن وراء العقل العظمة متاع الجبل والعيون، قلت لكم ملاحظة بسيطة للرحلات اللي تمشي لو ثم برشا عباد تختار الطبيعة كمتنفس باش تهرب من الضجيج متاع الحياة من الصخب متاع المدينة من الحس من الجوج ما من حاجات اللي نعيشوا فيها يوميا. فمش معقول انك تلقى روحك قدام شلال ولا عين كيما هكيكا دربوكا وبافل وكل مجموعة حتى بافل وحدها جهان كل وعاملين حاطين ربوخ وبون من حقكم انكم تستمتعوا كيف ما تحبوا، اما ثم حاجات ابسط الاداب كيف يعني نقولوا احنا مدوا انفيت في عظمى انهم هم يستمتعوا بك الاصوات متاع الطبيعه وجمال الطبيعه. دونك هذا اللي حبيت نقوله انه كل اختيار لازم يكون اختيار واعي. راهو الجو هذاك متاع الديفولمون والامبيونس والجو تنجم تعمله في كادر اخر في سهريه في دارك مع اصحابك كيف ما تحب انت، اما في الكادر هذاك المفروض تغتنم فرصه تغتنم. انك باش تفرغ هكا الطاقة السلبية اللي عندك باش تشحن صوت الماء بركة التدفق متاع الماء حاجة روعة تهدي الأعصاب مش نورمال. يعني مع الأسف جهين قلة الوعي هي اللي مفهمتهم فسرت لهم انه الاستمتاع ما يكون كان بالربوخ وبالهيجة وبالواحد ما يستفيدوش كم يلفو بغابوغ على عباد روخ اللي عندها ثقافة متاع الترحال اللي عندها ثقافة متاع التواصل مع الطبيعة تعرف انها كي تحب تشارجي روحها بوزيتيفمون بالباهي لازم تسمع صوت الطبيعة. انا قلت لهم ملاحظة وانا موجودة معاهم غادي بالرغم المشهد كان ساحر لكن قلت لهم كي تنطق الطبيعة تشكي منها تقول خليني يجيني حد بالحق معها بالحق بالحق, بالحق تخيل انت ما عندكش فكرة على المشهد كل مجموعة بافل ودربوكة وبندير من غادي وبرشا أصوات حتى بينهم بيرواحة ما ثمش أرموني فما بيش تحكي على أرموني بين مع الطبيعة. هذا مع هذا ديما أكد لكم اللي ثم برشا مجموعات وجروبات مزيانين برشا تلقى فيهم الأجواء العائلية كما الجروب اللي مشيت أنا معاه تلقى فيهم الأمبيونس اللي انتم تحبوا عليه عندكم الاختيارات حسب الأذواق متاعكم ونشجعكم باش تمشيو ونشجعكم ميسالش باش تتعامل مع الامور بوعي لانه وحيده وحيده كي ننشروا الثقافه هذه واحد يبدل من سلوكه نتاعو ينجم ياثر على مجموعه. ديما الحكايه تبدا بشخص. نحب نقول حاجه اخرى على بنزرت وجومين تحديدا والقواسميه وبازينا اللي هي المناطق هذه الكل مع الاسف الشديد ثروه مائيه كبيره ياسر يا جهان. تخيل انت تسمع في الحس والتدفق نتاع الماء تحت الحجر تحت الصخر في جبل معناه اعرف انت تلمول الارض نتاعهم خصبه ما شاء الله مساحات كبيره نتاع الخضار كما كنتوا تشوفوا في الفيديو، لكن مع الاسف الشديد برشا متساكنين غاديكا ما يوصلهمش الماء
ثم مفارقة غريبة عجيبة انهم يكونوا عايشين فوق ثروة مائية بالحجم هذاك وثم عباد ما عندهاش الماء الصالح للشرب. هذه ملاحظة أخرى إن شاء الله السلطات المعنية تاخذها بعين الاعتبار ونلتفتوا أكثر للمناطق الداخلية لأنها ديجا توا ما شاء الله ولات مزارات سياحية، والمزارات السياحية من نوع هذا كي تبدأ في بلدان أخرى يهتموا بها برشا، يهتموا بها ينجموا يدخلوا فيها أنشطة، ينجموا يدخلوا فيها برشا حاجات. نقطة أخرى مهمة ذكرتها توا إنه ثم برشا متساكنين من المنطقة هذيك يستغلوا وجود الرحلات هذه باش يخدموا على رواحهم، ثم عباد تبيع في الطبوانة، تبيع في البلاوي، ثم الكنيهم في كل نقطة التجمع نجتمعوا فيها نلقاو شباب هكا قاعد يحاول يسترزق، واللي عنده حصان باش اللي يركبوا عليه، واللي برشا برشا تجارب محليها فيها تواصل مع الناس عشتها حتى مع الرعاة اللي في المنطقة هذيك، فقط اهتموا بهم أكثر، اعطيهم مساحتهم أكثر، واعطيهم حتى مساحة باش يستغلوا الرحلات هذه السياحية باش يزيدوا هما أصلا يكون وقعهم أفضل وحياتهم أفضل ويستفادوا من التجارب هذه. هذا بالنسبة لفقرتنا تحرك صح، نختم برنامجنا بأجندة الطاقة. أجندة الطاقة كالعادة ديما نقول لكم على أهم الأنشطة الرياضية اللي تنجموا تشحنوا بها رواحكم طاقة إيجابية، وهي كان مش كالرياضية برك، لكن عادة أغلب الأنشطة اللي نلقاها مبرمجة عندها علاقة بالشحن تاع الطاقة الجسدية هي أنشطة رياضية. هيك علاش عشاق الجري والتحدي والمغامرات في الطبيعة عندهم موعد يوم 14 جانفي 2023 مع تباركا تريل تشالنج اللي هو تحدي الجري لمسافة 18 كيلومتر و 35 كيلومتر، وآخر موعد للتسجيل والمشاركة في السباق هذا يكون يوم، هو ديجا تم على فكرة يا جماعة، وفي آخر موعد للتسجيل تم، لكن تنجموا تمشي وتتفرجوا وتشوفوا هالتحدي هذا اللي أكيد باش يضفي أجواء مريحة وأجواء متاع طاقة إيجابية على تبرقة الساحرة. إن شاء الله في الأسبوع القادم باش تشوفوا عنا روبورتاج آخر مزيان برشا في منطقة عين دراهم، ونزيدوا نشجعوكم أكثر على إنكم تتحركوا وتنشطوا وتمارسوا أنشطة معينة سواء روندو، كامبينج، مشي، جري، أي نشاط حركي يخلي بدنك ديما في طاقة متجددة، لأنها هي اللي باش تأثر لك على طاقتك النفسية وصحتك وأدائك وكل شيء في حياتك. هذا كان برنامجنا اليوم من عيشها هيلثي، وإن شاء الله انتظرونا في مجالات أخرى، مواضيع أخرى، مفاجآت أخرى، وبرشا جوانب أخرى نسلط عليها الضوء في برنامجكم عيشها هيلثي.